حلم الصعود سلسلة من النتائج الإيجابية والبقاء في الريادة لحد الآن أمور خلقت الوفاء من أنصار اتحاد بالعباس الذين رافقوا فريقهم إلى عاصمة تطري في مهمة لم تكن بالسهلة أمام أولمبي مدية الذي كانت له كلمته في هذه المباراة. اللقاء ومنذ انطلاقته عزف بنغمة واحدة بسيطرة أشبال نغيز والضغط على الخصم. كرة ثابتة وهجمات معاكسة لم يجد لها الحل المدرب بيرا الذي قدم النصائح في هذه المباراة بكثرة. لكن بن شرقي كانت له كلمته برأسية أسكنها مرمى الحارس عرقوب مفتتحا باب التسجيل. هدف اهتزت له مدرجات ملعب المدية التي كانت مكتظة عن آخرها بأنصار قدموا الدعم الكافي لفريقهم. محاولة الرد من اتحاد بالعباس بكرات ثابتة من تشيكو وأخرى من أشيو لم تكن فعالة. وفي الوقت البدل الضائع من المرحلة الأولى الحكم عاشوري يمنح الأولمبي ضربة جزاء بعد لمس الكرة أحد مدافعي اتحاد بالعباس داخل 18 متر. وهداف الفريق جبالي يفشل في تحويلها إلى هدف ثاني لتنتهي هذه المرحلة بتفوق أصحاب الضيافة. الشوط الثاني الأولمبي حاول إبقاء السيطرة على المباراة لكن يتلقى ضربة موجعة بنايل سليماني البطاقة الصفراء الثانية كلفته الخروج من المباراة في دقيقة 50. نقص عددي ساعد اتحاد بالعباس على نقل الضغط إلى منطقة عمليات أولمبي المدية لكن رفقاء أشيو لم يشكلوا الخطر الكبير على مرمى الحارس بابوش غياب الفعالية وتضييع عديد الكرات. آخر فرصة في اللقاء كانت بهجمة معاكسة للأولمبي والبديل عراس يضيع ما لا يضيع أمام الحارس عرقوب لينتهي اللقاء بفوز أولمبي المدية بهدف لصفر.